مرحبا. يبدو أن هيمنة شركة سوني على سوق الألعاب عالميا ليست كافية بسبب المخاوف من المنافسة في سوق أوسع وهو سوق الهواتف المحمولة. تتغير إذن النظرة بعد عقود من التركيز على جهازها الشهير بلاي ستيشن لتتوجه إلى الحاسوب والهاتف. إذن تعلن الشركة اليابانية الشهيرة خطتها في يوم المستثمر السنوي للشركة عن أن نصف إصدارات الألعاب تقريبا سيكون متوفر عبر الحاسب أو الهاتف بحلول عام 2025. كيف ستتغير شكل الألعاب والشركة معها مع هذه الخطة التي تهدف لمواكبة السوق؟ قبل أن نبدأ أن نتعرف عن أي شيء، دعونا نتعرف على عالم سوني جيمز. سنبحث في هذا الموضوع مع ضيفي معنا صانع المحتوى المتخصص في ألعاب أو الألعاب أحمد غسان الشهير بأحمد السوري. أهلا وسهلا بك معنا من القاهرة هو أحمد، وأيضا ينضم إلينا من دبي خبير الإعلام الرقمي أيمن عيتاني. أهلا وسهلا بك أيمن. رح نبدأ من القاهرة مع أحمد السوري إذا بحب نسميه هيك، أحمد غسان. نقول أنه الألعاب الآن منتشرة بشكل كبير، لكن هل في فرق بين اللعبة بالفيرجن تبعها على البلاي ستيشن وعلى الكمبيوتر وعلى الموبايل، ولا هي نفس اللعبة بتكون؟ لا طبعا اللعبة بتختلف، يعني نسخة البي سي دايما بتبقى رسوماتها بتبقى أقوى من نسخة البي اس 5 أو البي اس 4. طبعا نسخة الهواتف دايما هي الأضعف عشان إمكانيات الهاتف دايما هي الأقل، فالرسومات عليها بتبقى أضعف، ومش كل اللعب أصلا بيقدروا ينقلوها على الهواتف. في لعب كتير مش بتنزل على الهواتف لأن الهواتف ما تقدرش تستحمل لعبة زي God of War أو Horizon، تبقى تقيلة عليه. طب يعني بتبقى المشكلة تقنية مش المشكلة في أنه حجم الشاشة أو الأصابع أو يعني الأدوات المستخدمة، هي المشكلة في الأساس تكون تقنية. تبقى تقنية، وكمان ممكن الكنترولر يبقى متعب للاعب اللي بيلعب على الهواتف. طبعا، وإذا كانت أنت عم تلعب تقنية عشان حجم فيفا 22 أو لعبة كرة قدم مع أكثر من لاعب ممكن تلعبها على الجيم، لكن على الموبايل يعني حيصير في مشاكل بين الناس وهي بتلعب أو هي بتسوي كنترولر. طيب خلينا نسأل أيمن عيتاني هنا سريعا أيضا الخبير الرقمي في دبي، إلى أين يتجه السوق الآن؟ فعلا الهواتف موجودة وكثيرة، لكن الهواتف اللي هي بسموها هواتف الجيمينج غالية الثمن يعني وتقيلة وفيها مشاكل مراوح، هل فعلا في توجه إلى أنه زيادة استخدام الهواتف في الجيمينج وفي الألعاب؟ هلا مؤسسة مثل سوني جيمز عندها عادة مردود من أجهزة خاصة مثل بلاي ستيشن الخاصة فيها، وكمان مردود من يعني اللعبة الإلكترونية، يعني فنحن كأهل عم نشتري شغلتين، نشتري الجهاز ب
بيكون حقه 2000 3000 4000 درهم، او وكمان فوق بنرجع مشتري حق اللعبه. يلي عم بيقولوه سوني، هن عم بيقولوا هن حيفتحوا العابهم يكون موجوده على اجهزه مش الخاصه فيهم، هن على جهاز الكمبيوتر على جهاز التليفون. فهون هيدي مؤسسه سوني عندها نفس المشكله اللي كل المؤسسات عندها اياها، هيدي بيقولوا طب انا اذا اللعبه متاحه بغير محلات حيضل الناس تدفع حق الجهاز اما لا؟ يعني فهني هون عم ياخذوا خطوه يلي موجوده يعني فوق العشر سنين فيها الخوف الموجود، وغيروا خطا الخطوه وقدر ينجح فيها. وسوني عندها امكانيه انه تنجح فيها يوسف، خاصه انه فيها العابها، فيها تعال منها كمان افلام، فيها تعال منها ملابس، فيها تعال منها كل شيء في نوع العاب، مش بس يكون الكترونيه كمان ليكون لها مردود. طيب اذا رجعت لك احمد في القاهره، انت كيف شايف الموضوع؟ شو رايك فيه؟ يعني كلاعب وصانع محتوى وبتحب الالعاب والجيمينج، هل تعتقد انه يعني سوني تحديدا بما حققته بالبلاي ستيشن، هل هي في الاتجاه الصحيح انت كمستهلك؟ هو طبعا اللعب على البلاي ستيشن دايما افضل من اللعب على الهواتف، مع ان سوق الهواتف بيكبر، يعني بيكبر جامد سوق الهواتف. وكان في احصائيه نزلت من كام يوم ان شركه تينسنت اللي هي بتاعه الصين عملت ارباح اكتر من سوني، وده كله من خلال سوق الهواتف. هم ولا عندهم لا جهاز منزلي ولا عندهم اي شيء، هم بس ناشرين للعب زي ببجي وليج اوف ليجند. هم يعتبروا تخصصهم هو نشر الالعاب على الموبايل، وحققوا تقريبا 30 او 35 مليار في خلال سنه واحده. طيب. وسوني حققت النص تقريبا، حققت 18 مليار. فلما لما شركه زي سوني تشوف الفرق الخرافي ده بالمبيع والارباح، لازم طبعا يدخلوا سوق الهواتف. سوني طيب. عايزه ترفع قيمتها في السوق، يعني سوني أحمد عايزين خلينا قبل ما ندخل في الارقام، خلينا في عندنا بعض الارقام اللي حنعرضها على المشاهدين، واعود واتكلم معكم عن يعني سوء الأرقام الذي يدفع سوني إلى اتخاذ هذه الخطوة. طيب أستاذ عيتاني، هنا يعني شفنا شوية أرقام، وأحمد كمان حكينا عن أنه سوني تريد رفع أرباحها، لكن إذا جينا نتكلم الآن عن السوق بشكل عام، هل التقنيات اللي موجودة بتتحمل؟ يعني الإنترنت، الهواتف الجديدة اللي نازلة، هل بتتحمل أنها تتحمل عليها ألعاب كبيرة و يكون في عندها القدرة على أنها تشغلها بشكل جيد وكويس؟ أنا بدي أعمل بطريقة تانية. نحن كأشخاص بهمنا عم نقضي وقت كتير نحن على الأجهزة، إذا كان جهاز المحمول أو الآيباد، إذا نحن ككبار وكمان كأولادنا صغار وين ما عم نكون، اذا انا ناطر بالصف بالبنك او بغرفه الجلوس او باجتماع وزهقان، يعني فبيهمني عم العب اقضي وقت على الجهاز اللي معي اللي هو كان جهاز محمول او ايباد او انا بالبيت في كمبيوتر او جهاز بيت. فنحن لانه بيهمنا الوقت، حتى لو في شويه تقصير بالمكنه اللي انا عندي اياها ما عم تلحق على هالصوره الرائعه او الانترنت السريع، بس انا بيهمني بهالوقت بدي اضيع وقت. فمنشان هيك حتى لو هي شوي من كاملة مثل الجهاز يلي مشبوك بيكون على التلفزيون، بس أنا لا بيهمني، أنا لما أكون بغرفة الجلوس عندي زيارة، أنا ابني عنده زيارة بمحله ما بده يهتم بحدا، على جهازه بيتحملها وما عنده مشكلة بينبسط فيها، أحسن يعني أحسن ما بده ينتظر ليرجع للبيت ليعملها. يعني صحيح صحيح، وإذا كان في ماتش فوتبول راح تحرمه أنت أكيد من الشاشة ومن التلفزيون ومن الإنترنت يمكن حتى عشان تتفرج على الماتش إذا كنت متابع. طيب أحمد، سأعود لك في القاهرة. أحمد، يعني فعلا الكلام هذا منطقي جدا اللي قاله أستاذ عيتاني، أنه في أوقات الفراغ في صف في طابور في كذا ممكن الناس تكون زهقت من كاندي كراش، عايزين أشياء
يعني معقدة أكثر، لكن هل فعلا ممكن تلعب جيمز أنت في وقت فراغك بنفس الجيمز اللي احنا بنتكلم عنها في السوني بلاي ستيشن؟ هل هذه كأفكار وألعاب ممكن تنلعب في وقت الفراغ، ولا عايزة تركيز وعايزة شاشة واضحة وتحتاج إلى يعني إنترنت أسرع؟ لا، هو الموضوع ملوش علاقة بالإنترنت ده طبعا. في حالة لو أنت بتلعب لعبة سنجل بلاير، لعبة قصة، يعني أنت مش محتاج النت في شيء. بس هل ممكن تستحمل أنك تلعب لعبة زي God of War على شاشة 5 أو 6 بوصة؟ يعني ده هيبقى حرام بصراحة يعني. فاللعب رسوماتها عالية، بتحتاج شاشة كبيرة 4K أو 1080p. ما ينفعش إن أنت تلعب على شاشة 6 بوصة ومش هتخش في الإحساس التجربة. يعني دي لعبة مخصصة إنك تلعبها على بلاي ستيشن 4 أو الفايف. ما ينفعش إنك أنت تيجي تستنصح وتلعبها على التليفون. أكيد في لعبة على التليفون تبقى حلوة على التليفون، مثلا زي كول أوف ديوتي على الهواتف. دي مكانها التليفون، ما ينفعش انا اروح العبها على الكمبيوتر، هتبقى مش حلوه. صحيح. او على البلاي ستيشن، طبعا مش هتنزل على البلاي ستيشن، بس ممكن تلعبها بمحاكي على الكمبيوتر، مش هتبقى حلوه. طيب، عشان رسوماتها هي اصلا ضعيفه، وعلى الكمبيوتر هتبقى فيها مشكله. طيب اسمحوا لي هنا ان يعني سألنا الناس، يعني خلينا نعطي بعض الداتا اللي حصلنا عليها، لأنه سألنا الناس على صفحتنا على تويتر، هل تفضل ممارسة الألعاب على الهاتف المحمول أكثر من أي جهاز بلاي ستيشن، يعني موبايل ولا تلفزيون؟ نعم أحب 40% على الموبايل، لا أحب 60%، يعني تقريبا جاءت النتيجة لصالح يعني من يفضلون التلفزيون والبلاي ستيشن أكثر من اللعب على الموبايل. طب أحمد، حأعود لك، أنت من خلال متابعتك للي بيلعبوا هنا، إذا صارت الألعاب كلها على الموبايل مش راح يسوي لها مشاكل اجتماعية؟ يعني أحياناً أنت بتحاسب نفسك أنه أنا قضيت وقت طويل في الألعاب أو حتى في الموبايل على السوشيال ميديا، الآن إذا أصبحت حتى الألعاب على الموبايل مش حيتسبب هذا في عزلة في بالنسبة يعني لك؟ لا، هي ما أعتقدش، هي بتبقى حسب الشخص نفسه، هل هو معزول ولا لا. يعني سواء هو بيلعب على تليفون أو جهاز، فالتقريبا الإحساس هيبقى واحد للشخص نفسه، فما أعتقدش ده هيأثر عليه ولا هيأثر على سمعك، لأنه هتكون حاطط الهيدفونز واللعبة فيها موسيقى عالية وغيرك. هو اكيد طبعا ما ينفعش واحد يلعب 24 ساعه في اليوم. يعني في ناس بتلعب مثلا فهو راكب محطه مترو، في ناس بتلعب وهي رايحه الشغل. فهو سوق الهواتف حلو في النقطه دي، بس برضو ما ينفعش ان انت تديني لعبه رسوماتها خارقه وتقول لي العبها على التليفون. التليفون نفسه مش هيستحمل يعني. طبعا هذه وحتسوي لك مشاكل، زي لعبة البوكيمون اللي كانت زمان واللي خلت الناس تركض وراء يعني بعض في الشوارع وهي بتدور على البوكيمون. طيب خليني أسأل أستاذ زيتاني، على بيوت الناس. تدخل على بيوت الناس. طيب أستاذ زيتاني، فعلا هذه النقطة مهمة بالنسبة للأسواق وبالنسبة للترند اللي ماشي، لكن تأخرت سوني شوي، يعني زي ما قال لك أحمد في شركات أخرى دخلت وحققت أرباح. سوني أصلا يعني في الهواتف المحمولة كمان مش كتير سوقها ماشي، هل ممكن أن تكون قادرة على أنها تحول الألعاب بس بدون ما تطور الهاردوير تبعتها في الموبايل وفي الكمبيوتر، ويكونوا بأسعار ممكن تبيعها وتنافس فيها أيضا؟ سوني عندها ملكية فكرية لألعاب معينة، هالألعاب بس سوني عندها إياها بتملكها، فإذا سوني ما عملتها على الهواتف المحمولة أو على الكمبيوتر منها موجودة، فهيدي إلها إمكانية أفضل عن غير مؤسسات لتقدر إنها هي تنافس وتكون موجودة عليها. وتاني شغلة، الناس اللي بتلعب، وأحمد بيقول لك، يعني الناس بتلعب دقيقة، يعني إذا اللعبة جاية ضعيفة أو ما بتسلي رح يخبر العالم كله، فكمان سوني واعية لهالموضوع وحتقدر تلاقي طرق لتكون شوي بتضلها الناس بتحب تلعبها وواعية إنه أنا على الجهاز المحمول غير إذا أنا بالبيت عم أشتغل فيها يعني. وكمان شغلة منشين موضوع كاجتماعيا، أنا كنت عم فكر قبل على الهواء أنا وياك إنه عم نحكي
بالالعاب يعني مثلا هلا اكيد احمد لما كان اصغر وانا لما كنت اصغر، يا احمد فوت خلص درسك اترك لي لعبتك هلا، وين شو حتستفيد من هالالعاب؟ هي احمد وين موجود؟ هيني انا موجود هلا معك، هيك انت يوسف شو عم تسالنا؟ فهيدي اجتماعيا في لها ضرر شوي، بس كمان في لها استفاده لنا نحن، انه لانه في ناس عم تطور العاب، ناس عم تعمل تسويق للالعاب، ناس عم يعني عم يكون لها مدخول بس حتى تلعب والناس تصورها، فهيدي عالم كامل صحيح. جديد. والله والجيل الجديد فعلا يعني يتطور بشكل سريع جدا، أكثر مما يمكن أن نحن نتخيل، وبالتالي فعلا ما يناسبهم ممكن ما يناسب اللي أكبر فقط ب5 سنين أو 7 سنين مش أكثر. يعني الجيل على كل ما بدي أدخل في مسألة العمر، بدي أشكركم شكرا جزيلا ضيفاي. كان معي المتخصص في مجال الألعاب أحمد غسان من القاهرة، شكرا جزيلا لك أحمد، وأيضا الخبير في الأعمال التجارية والرقمية أيمن عيتاني كان معي من دبي، شكرا جزيلا لك. فريق مكون من 6 طلاب بكلية الهندسة جامعة أسيوط تمكن من صناعة روبوت يعمل بالماء ليتوج عملهم بالفوز بالمركز الخامس عالميا في مسابقة Student Design Competition ضمن فعاليات مهرجان الهندسة من تنظيم الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا بالولايات المتحدة. الفريق الذي يطلق على نفسه SME أسيوط فاز بعد منافسة مع 20 فريق من جامعات عالمية. نتعرف الآن على هذا الفريق وماذا أنجز في التقرير التالي. رمضان محمد كامل أولى كهرباء. خالد جمال أولى ميكانيكا. حسن كمال أولى ميكانيكا. اسلام عبد الهادي تاني حاسبات. محمد عبد الراضي تاني ميكانيكا. كريم صلاح تاني ميكانيكا. نزار إبراهيم تالتة ميكانيكا. مسابقة Student Design Competition أو SDC هي كل سنة مسابقة فكرتها بتتغير من سنة للتانية، وبتكون بشكل عام أو الهدف الأساسي منها أن هو ينمي القدرات لنا كمهندسين ميكانيكا، بأن هو بيحط مشكلة معقدة شوية وبيطلب مننا حل لها، ولكن هم ركزوا في آخر سنتين أن هي تكون عن حلول الطاقة المتجددة، بحيث أن إحنا يتزرع جوانا أو نكتسب مهارات العمل أو التشغيل بالطاقة المتجددة، سواء طاقة شمسية أو طاقة الرياح. أو السنة دي كان الفكرة معقدة أكتر، وهي أن إحنا نشغل الروبوت من غير أي مصدر طاقة ليه أو أي كهرباء، وتكون الاعتماد الوحيد لدفع الروبوت وحركته من خلال المية بس. كل التيمات بتتنافس عن طريق أن هي بيكون مطلوب منها أن هي تصمم وتصنع روبوت مصدره مصدر الدفع بتاعه هي المية، وبيمشي أكبر مسافة بالمية وأكبر عدد لفات في أقل وقت. مسابقة SDC هي مسابقة مش عادية، كل سنة بيبقى فيه تشالنج مختلف عن السنة اللي قبلها، يعني بيبقى فيه تشالنج صعب شوية، ما يبقاش الموضوع تطبيقي أكتر، يبقى فيه فكرة، بيبقى يطلب تفكير مختلف عن أي مسابقة تانية. لغاية ما جه اليوم المصيري وظهر الميل بتاع المسابقة بتقول لنا فيه النتيجة، طبعا كل واحد كان قاعد ماسك الموبايل مش عارف، عايز يبص، خايف يبص، طبعا هعمل ايه؟ شغلك اللي شغال عليه بقالك فترة طويلة، هل ده فعلا هيجيب نتيجة ولا لا؟ لغاية ما الحمد لله فتحنا الموبايل وشوفنا الميل وخدنا المركز الخامس، وساعتها كانت حاجة مش طبيعية خالص، احنا متوقعناهاش ابدا اصلا ان احنا نبقى بين جامعات تانية عندهم امكانيات اعلى مننا بكتير، وعندهم سواء فلوس او خامات او طرق تصنيع او كل ده عندهم احسن مننا بكتير جدا. احنا فكرة ان احنا نعمل حاجة زي كده في وسط مدعكة الدول اللي كنا شغالين فيها دي، فكان حاجة عظيمة جدا وانجاز احنا لغاية دلوقتي مش مصدقين اصلا. احنا تبع فريق ازمي اللي هو American Society for Mechanical Engineers، وده مؤسسة كبيرة جدا في امريكا ضم اكتر من 40 دولة وفيها اكتر من 160 الف عضو، ليها سيكشن خاص بالطلبة.
طبعا تيم ازمي ده مش تيم صغير، يعني هو تيم كبير مشارك في اكتر من مسابقه، مش بس اس دي سي. احنا عندنا حاليا شغالين في مسابقه شيل ومسابقه اتش بي في سي. مسابقه شيل دي عباره عن مركبه بتشتغل بالطاقه النظيفه اللي هي الكهرباء، ومسابقه اتش بي في سي دي بتكون بالقوى البشريه، وبرده دي صديقه للبيئه وغير ملوثه. احنا في اسيوط دخلنا اكتر من 12 مسابقه تقريبا من ساعه ما التيم اتكون. احنا اتكوننا في 2018، دخلنا ساعتها تقريبا مسابقات مش كتير قوي، بس كل سنه كنا بنقدر نخش اكتر وبنقدر ناخد فيه مراكز افضل. من اكبر المسابقات اللي دخلناها كانت اتش بي بي سي، ودي اللي كانت السنه اول سنه دخلناها، سافرنا فيها امريكا وخدنا فيها مركز 23 على العالم. دايما احنا شغالين بيبقى قدامنا 17 هدف بتوع رؤيه مصر 2030، اللي اولهم تحسين جوده التعليم. تحسين جوده التعليم احنا ما عندناش اي مشكله فيه، لان الجامعه هنا بتدعمنا كويس جدا من خلال دعم الجامعه من خلال دكتور طارق جمال، ومن خلال عملي الكليه دكتور نوبي. شركة ميتا تقدم شكلا جديدا لصفحة سياسية للخصوصية. الهدف هو أن تصبح أكثر ملائمة لمستخدمي الفيسبوك لشرح أكثر سهولة، بعد أن كانت مكونة من 9000 كلمة في صفحة واحدة في السابق. التغيير هذه المرة لم يكن في الشكل فقط، بل بتقديم وعود بعدم جمع البيانات الخاصة بطرق جديدة في منتجاتها فيسبوك، إنستغرام، ماسنجر. في الوقت الذي لا تنطبق فيه على واتساب وماسنجر كيدز أو وورك بليس أو أجهزة كويست المستخدمة دون حساب فيسبوك. قبل أن نبدأ نأخذ لمحة سريعة عن أبرز هذه التغييرات. ينضم إلينا الآن من باريس خبير مواقع التواصل محمد علي سويس. أهلا وسهلا بك معنا. في مثل عربي شائع يقول أفلح إن صدق، ما بعرف إذا يعني ستفلح شركة ميتا بوعدها إن صدقت. هل في ثقة بأنه فعلا ميتا الآن فيسبوك وهذه المواقع لن تتتبع معلوماتك الخاصة؟ في شيء ممكن أن يثبت ذلك؟ بالطبع هذا المثل الذي تفضلت وذكرته يعني هو مثل رائع وينطبق بالضبط على شركة ميتا وينطبق على هذه الشركة التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى الشيطان الأكبر بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت بصفة عامة، والشركات التي تتغذى من معطياتها الشخصية. أظن أن لهذه الشركة تاريخ حافل بالخروقات وبالفضائح، ما يجعل هذه الشركة أمام امتحانات صعبة كي نستطيع أن نثق نوعا ما أو نسترجع هذه الثقة أو 50% من هذه الثقة. أظن أن هذا الموضوع سيكون صعب جدا على شركة ميتا. قلنا ذلك منذ أواخر السنة الفارطة عندما انفجرت يعني فضائح فرانسيس هوركن التي تحدثت عن عدم اكتراث هذه الشركة وعلى رأسها مارك زوكربيرغ بأهمية الخصوصية بالنسبة للمستعملين. والفضائح أيضا نعيشها منذ سنوات، وهذه
سنة ستكون سنة التحديات بالنسبة لشركة ميتا، طيب، من حيث تغيير الخصوصيات وتغيير الخطاب والتحدث عن سياسة جديدة. أظن أننا يجب أن نمتحن لمدة أطول شركة ميتا حتى نقول أنها أصبحت يعني مهتمة أكثر بالخصوصية والحفاظ على الخصوصية واحترامها. طيب اسمح لي أن أسألك هنا، لماذا تم التفريق بين بعض المواقع وبين بعض التطبيقات؟ يعني نعم سيتم تطبيق هذه السياسة الجديدة في يعني إنستغرام، ماسنجر، فيسبوك، لكن لن تطبق في ماسنجر كيدز، واتساب. لماذا هذا الفرق؟ وهل اللي عنده كل هذه التطبيقات ممكن أن تتسلل معلوماته من تطبيق إلى آخر؟ يعني لنكون واضحين، حتى النقاط التي تحدثت شركة ميتا أنها ستتخلى عنهم بالنسبة للمعطيات والخصوصية بالنسبة للمعلومات على وسائلها وتطبيقاتها التقليدية فيسبوك، ماسنجر، وإنستغرام، حتى إن تحدثت عن نيتها عدم استعمال هذه الخدمات، لها طرق أخرى للحصول على هذه المعطيات. والشركة تحدثت بصفة واضحة وجلية أنها لن تتخلى عن مثلا عن سياستها تجاه الحصول على معطيات تخص الأمكنة التي نذهب إليها مثلا. لكن أظن أنه بالنسبة لميتا، إنستغرام وميسنجر، نتحدث عن التطبيقات الأكثر استعمالاً بالنسبة لشركة فيسبوك أو شركة ميتا. بالنسبة لواتساب، أظن أن المعركة ستكون أكبر في المدة القادمة، نظراً لأنه نتذكر منذ أسابيع عندما كان هناك يعني ضغط على شركة ميتا حتى تفتح معطياتها، تفتح يعني تطبيق واتساب يفتح ويتقاسم معطياته مع شركة ميتا، وكان هناك ردة فعل رافضة. لكن مع ذلك طيب شركة محمد ذهبت في هذا المجال، واضح، وهي تتحدث عن تطور أكبر بالنسبة لواتساب. طيب خليني محمد أسألك سؤال عشان الوقت، بس من أين تحصل شركة ميتا على معظم مدخولها؟ لأنه فيسبوك أو ميتا هي في يعني من الشركات الربحية، يعني عندها ربح، مش زي تويتر مثلا اللي يعني أرباحه في يعني قبل إيلون ماسك يعني. وبالتالي أليست هذه الخصوصية، أليست هذه المعلومات هي المصدر الأساسي لربح الشركة؟ فإذا تخلت عنه كيف راح تشتغل؟ كيف راح تدير نفسها؟ طبعا هذه يعني هذا يسمى بترول شركة ميتا، وبترول الشركة التكنولوجية الكبرى. نتحدث عن معطيات الشخصية. شركة ميتا، أعطيك مثلا، مع هذا اليوم، مع نهاية شهر مايو، الشركة ستتخلى عن بعض الخدمات مثل النير باي مثلا، والتي تجبر أو تعطينا الفرصة حتى نتعرف على الأصدقاء في محيطنا. لكن الشركة تحدثت على أنها لديها طرق أخرى حتى تتحصل عن معطياتنا الجغرافية. فلشركة ميتا طرق متعددة للحصول على المعطيات الشخصية، لا نستطيع أن نخلع اليوم عندما تقول الشركة أنها ستتخلى عن بعض الخاصيات بالنسبة للحصول على بعض المعطيات الجغرافية. فلدى الشركة طرق أخرى للحصول على هذه المعطيات، من بينها المعلومات التي نضعها على صفحاتنا، أننا نعيش في مدينة، أنا أعيش في باريس، صحيح، حضرتك تشتغل أبو ظبي، وهذه معطيات جغرافية تستطيع الشركة أن تستغلها. كذلك الشركة يعني تستعمل خوارزميات متقدمة من حيث الذكاء الاصطناعي، وهذه الخوارزميات أصبحت تعرف ما نستهلكه، وتعرف وتتكهن أيضا بما نريده. فأظن أن المجهود الجبار الذي قامت به الشركة في السنوات الفارطة من حيث الذكاء الاصطناعي، دراسة الشخصيات، دراسة المستعمل، لديها نتائج إيجابية بالنسبة للشركة بالطبع، والنتائج ليست في صالح المستعمل. فلدى الشركة طرق متعددة للحصول على معطياتها الشخصية، بما في ذلك أننا نعيش في محيط متكامل وكامل بالنسبة لشركة ميتا. ما لا تستطيع أن تأخذه على فيسبوك طبعا لن تعدم الحيل شركة ميتا وبتكنولوجياتها وخوارزمياتها المتطورة والمتقدمة. أشكرك، شكرا جزيلا ضيفي من باريس، خبير مواقع التواصل محمد علي السويس. شكرا. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. لا تنسوا أن تشاركونا بتعليقاتكم على هاشتاغ البرنامج.
نعود ونلقاكم مجددا الأسبوع المقبل في نفس التوقيت مع أون ستريم.